يقول: تغير قلبه عند بداية الالتزام فيشعر بانشغاله بالعمل الإداري الدعوي وتعلق القلب به، وأحسست بحظ النفس في ذلك، وهذا ملأ قلبي بالوسواس والأحقاد والضغائن. يا رب استر. من الإخوة: فأرجو أن ترد على سؤالي فأنا أريد النجاة. والله يا جماعة ما الدنيا بتتفتح علينا بنضيع. يعني نصيحة للإخوة: إذا انشغلت بالعمل الدعوي لا تنسى الإخلاص، لا تنسى الإخلاص، لا تنسى كثرة ذكر الله سبحانه، لا تنسى أصلك إيه. أنت واحد عادي من الناس، بس الإخوة يعني عملوك شوية ودلعوك وقالوا لك أنت رئيس حي ورئيس منطقة ورئيس مش عارف إيه، الهجس ده كله، ها فماشي خليك في الهجس ده، أهو محتاجين لحد يدير الأعمال، بس ما تحطش في نفسك إن أنت بقيت الوزير، إن أنت تتعالى على ناس. وده بقى اللي بنشوفه من إخواننا: التعالي، الاحتقار للغير، ما سمعش كلامي، ما عبرنيش، رحت له مش عارف عمل فيا إيه، لا أما يجي أنا مجرد ما أشوفه أعرف، وبقيتوا كلكم خبراء، وبقيتوا كلكم حكماء، وبقيتوا كلكم يعني عارفين الدنيا كلها، وإحنا كلنا جهلة في الأعمال السياسية، وجهلة في الأعمال اللي اتفتحت علينا الآن، وإحنا نعرف فيها إيه، ولا كنا بشرناها قبل كده ولا عملناها، لكن أعمال فتحت من حول نسد الثغرة، لن نسدها إلا بعون الله سبحانه. مش بالغرور، مش بالاستكبار، مش انا زي ما بلاقي اخواننا فلان مجرد ما اتحط في حاجه اعزل فلان واعزل فلان وشيل فلان ويتكلم ويزعق. ايه لسه اخ امبارح بيقول لي بكلم مش عارف مسؤول عن ايه وبيكلمني وعمال يشخط فيا ويعمل لي. الاخ بيقول له: طب ما انت زي بتعرف تشخط انا بعرف اشخط برضه، انت يعني على ايه يعني بتشخط وبتعمل؟ صحيح صحيح، انت مجرد ما. فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ ده اللي بنراه في هذه الأيام من البعض، مش هقول من الكل، من البعض من الإخوة اللي بيبقى مسؤول عن حاجة يبتدي يهجص، يبتدي يتعالى، يبتدي يتغر، يبتدي أنا عايز فلان وفلان وإلغي فلان وفلان. يجي على منطقة فيها مشايخ كبار بقالهم 50 سنة بيدعوا الله عز وجل، وبعد تلاقي شاب صغير عنده 30 سنة عمال يتحكم فيهم. ايه 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 بقيتوا ايه؟ أمال لما الدولة تعيلكم هتعملوا ايه؟ دي انتوا لسه ما انتوش عارفينها، الانتخابات هتاخدوها ولا هتاخدوا على دماغكم؟ مش عارفكم هيعمل ايه؟ المجلس العسكري هيسيبكم تاخدوا ولا هو بيلعب بيكم لغاية ما يمسك هو الدولة زي عبد الناصر وغيره؟ مش عارفك انت هتمسك ولا العلم؟ يا جماعة ما نفرقوش بعض، بلاش التفرقة اللي موجودة، الإخوة بيفترقوا وبيختلفوا، تلاقي ده زعلان من ده وده مش عارف الحزب عمل ايه في ده وده عمل ايه في المكان الفلاني، على ايه ده كله؟ على ايه؟ هتاخدوا منها ايه؟ لا بتاخدوا منها فلوس ولا بتاخدوا منها دنيا ولا دخلتوا بها الجنة ولا تعرف ايه؟ ليه البغضاء؟ ليه تملأ قلبك بحقد على إخوانك وضغائن على فلية؟ لا، أمر الدنيا أمر خطير جدا، وإذا كنت أنت كفءاً في المكان اللي أنت فيه تعامل مع الله سبحانه وتعالى. تواضع، من تواضع لله رفعه الله، تواضع لله، ما تتغيرش. أنا شفت إخوة كتير تغيروا، شفت إخوة كتير تغيروا وبقوا يا سلام يا ما هنا يا ما هناك بيتكلم بالتعالي وفاكر نفسه بقى الرجل السياسي الأول اللي وحتيجوا إيه جنب السياسيين الموجودين. لن تصلح السياسة، نفاق السياسة، كذب السياسة، نتانة. بتوع السياسة يسموا السياسة نتانة، فاحنا دخلنا في هذا الشيء في النتانة اللي مولود. طيب ايه اللي هيعصمنا منها الا الله سبحانه وتعالى، الا الحب في الله سبحانه وتعالى، الا التعاون على البر والتقوى. لا، ما تفرخوش انفسك، ما تفرخش. لو هتلاقي العمل اللي انت تعمله حبيت السلطة وحبيت المكان اللي انت فيه عشان تبقى انت الاسد والبطل وانا انا، لا لا لا، راجع نفسك، ارجع لله سبحانه وتعالى، ارجع صم وصلي وابعد عن وجع القلب، ولا ده هيدخلك النار مش الجنة. لكن الانسان اللي يدخل في المكان ما تغيرش، كان قائدا كان رئيسا كان واحدا من الناس هنا زيه، ما فيش زيادة لا فضل لأحد على أحد إلا بتقوى الله سبحانه تبارك وتعالى. فنصيحة لإخواننا: بلاش الاستكبار، بلاش التعالي، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخشى على المسلمين من أعدائهم، إنما يخشى عليهم منهم هم، وربنا أعطاه عهدا بذلك أنه لا يسلط عليهم أحدا من غيرهم فيستبيح بيضتهم حتى يعادي بعضهم بعضا، حتى تكون الفرقة منهم. فبنلاقي إن كنا مكبوتين قبل كده ومظلومين، الظلم كان مؤلف بين قلوبنا،
كنا بناخد على دماغنا كلنا فبيرحم بعضنا بعضا. الآن يمكن حسينا شملنا نفسنا شوية، هنبتدي بقى نتعالى على بعض ويؤذي بعضنا بعضا. احذروا، احذروا من الغرور. المغرور مقيت يبغضه الله سبحانه وتعالى، يبغض الإنسان المغرور. لا تغتر على الناس، لا تنظر أنا بقيت أنا رئيس الحي، أنا رئيس القطاع، أنا رئيس مش عارف إيه وفلان، لا أنا حعزل فلان وحط فلان وعمل فلان. هنا حط نفسك مكان هذا الإنسان، لو كان هو مكانك كنت ترضى منه يعمل فيك هذا الشيء؟ لا لا لا, لا. برضو أحيانا بعض الصغار السن من الإخوة أما يكون موجود في مكان يقوم يقول للموجودين هاتولي الأخبار أول بأول، عايز أسمع الأخبار أعرف اللي بيحصل أول. أنت شغلهم جوسيس على بعض ولا إيه؟ إيه اللي بتعمل؟ ما تروح بنفسك أعرف الحاجة، ما أنتش موجود بنفسك خلاص انتهى الأمر. يبقى أمور كان معاوية بن أبي سفيان اللي نفعه، اللي نفعه إن الناس كلهم تلفوا حواليه، نفعه نصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم، نصحه بالرفق انه لا يتجسس على الناس، ان عمر ما انسان تجسس على احد الا وافسده. قال له النبي صلى الله عليه وسلم الراعي اذا تجسس، هذا معنى الحديث، على الرعية افسده فكان سليم الصدر. ما يتجسس على احد من الناس، واللي يظهر له حاجه من الناس كان كثير العفو عنه، احبه الناس، احبه الناس. نوم احنا ليه ما نكونش مثل معاويه رضي الله تبارك وتعالى عنه، ان احنا يتواضع بعضنا البعض، نجتمع على المحبه. يا جماعه الاجتماع على المحبه اعظم بكثير من الاجتماع بالاوامر والنهي. انت عارفين ايه اللي مبقي المعهد بتاعكم ده من سنه 84؟ ايه اللي مبقي من سنه 84؟ لا ما فيش، لا بنضربك بعصايه ولا بننجحك وبنسقطك وبنشتمك وبنزعق. المحبه التي بيننا وبينكم، بيننا وبينكم محبه، بيننا وبين الإدارة محبة، فالكل بيعمل ما بياخدوا فلوس مننا، ما بياخدوش حاجة، بيعمل بيننا وبين أهل المسجد محبة، المحبة بتخلي العمل ناجحا، المسجد ما شاء الله صار صرحا عظيما كما ترون الآن، بإيه؟ بتعاون الإخوة، بمحبة الإخوة بعضهم لبعض، أما بإن الغرور وأنا وأنا تضيع أنت ويضيع العمل اللي تعمله، والآخر تكون النار إن لم تتب إلى الله. نصيحة للإخوة يا جماعة اوعوا تتغروا في العمل، اوعى ترى نفسك انا لا 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 لا، اوعى انك تفرض على غيرك فلان ده لازم يطيعني والا ان انا همشيه. بالمحبة هتاخد منه اللي انت عايزه، بالمحبة الواحد بيجي لإنسان يا فلان ايه رأيك لو عملت كذا؟ انا لا اذكر ابدا اني قعدت في مجلس وقلت الناس اعمل يا فلان وخلي يا فلان، ابدا ابدا. لا انا بنقعد في المجلس اقول ايه رأيك لو عملنا كذا؟ اقول انا والله نعمل هذا الشيء، واحد لا لا الرأي ده غلط نعمل كذا، غلط غلط اعمل الصح. انا خسرت ايه؟ ما خسرت، لكن كسبت اجتمعت الناس، ما تفرقتش الناس. اخشى من الايام القادمه الاخوه بسبب الشده والعنف وعدم النظر لكلام الغير، ان انا اتحطيت في مكان هو الكلام اللي انا بقوله صح وغيري يتخبط دماغه في الحيطه، نضيع الدعوه ونضيع الناس. لذلك لابد من الالتزام بحق، الالتزام بدين الله، الالتزام بالأدب الشرعي، التواضع لله سبحانه. دين الله الأساس، أنا أدعو لدين الله، ما ينفعش أدعو لدين الله بالغرور، غرور إيه اللي أنا هكسب به الناس؟ لا لا، كونوا متواضعين، أحبوا للناس ما تحبونه لأنفسكم، لعل الله سبحانه وتعالى يرشدنا جميعا للخير وللصالح.